الجزء الثاني. هو النهارده يمكن مكمل محاضرات الصبح وبعد الظهر وكل حاجه، الموضوع طويل شويه، احنا يمكن وقفنا اكتر من اللازم في موضوع الجايد لاينز. احنا كنا، لا احنا عندنا، احنا كنا الجزء اللي واقفين فيها كنا بعد اذن احنا سابقين شويه. بالظبط احنا كنا سبقنا خالص ده. اوكي. موضوع الفاليديتي، وموضوع الفاليديتي ده من المواضيع الجوهريه قوي. نعم؟ لا هنفوتها دي، مش قضيه، هنجيبها تاني. هنفوتها دي. وهجيب سيرتها يعني كده قرب الاخر. موضوع الفاليديتي دوت دي من الحاجات الاساسيه قوي اللي انا ببص في الجورنال علشان اقارن. انا لما بقرا اي بحث دايما في دماغي الفاليديتي، والفاليديتي دي نقطتين. انا في الاخر بقرا البحث ليه؟ او قاعد اراجعه وتعب نفسي وقاعد ادور واقرا واعمل عشان اطلع منه باستنتاج، مش كده؟ عشان اطلع منه باستنتاج لازم اولا يكون البحث ده سليم، كل المعلومات اللي فيه صح وراكبه على بعضها وكده كله في السليم. الحاجه الثانيه انها تكون مناسبه ليا ومفيده ليا للعيانين بتوعي. فالفاليديتي ودي جزء كبير منها، معناها البحث ده سليم ولا لا، وجزء ثاني بنقول عليه مفيد ولا لا. الفاليديتي بنقسمها نوعين، انترنال فاليديتي واكسترنال فاليديتي. الانترنال فاليديتي معناها ايه؟ هل الكونكلوجن اللي البحث ده قايله حقيقي ولا لا؟ ودي يو ويل بي سربرايز، يعني انت هتبص في ابحاث وتقرا الاستنتاج اللي في الاخر، ولو قريت الشغل اللي في النص تلاقي ملوش علاقه بالموضوع. زي برضه الفيسبوك كده لما بيجيبوا خبر او فيديو وبعدين تلاقي عنوان كبير كده على الفيديو، وبعدين انت المفروض تشير من غير ما تفتح، فلو ضلت وفتحت تلاقي الفيديو ملوش علاقه اللي مكتوب. مش بتحصل دي كتير؟ بتحصل في العلم ساعات برضه. ساعات انت تلاقي كونكلوجن بيبر يقول لك في الاخر ان الدواء ده مفيد جدا في الانديكيشن دي او في الحاله ديت، وبعدين تيجي تقرا البحث تلاقي ده الدواء كان معظم الحالات ما فاتش، والحاجه الوحيده اللي كان فايد فيها اصلا ملهاش لازمه. زي كان بحث على الميتفورمين في تايب 1 دايابيتس، والارقام اللي جايبها كلها ارقام نص كم يعني، واحسن حاجه عملها ان مش عارف قلل السكر شويه في حاجه، بس كان فرق برضه نون سيجنيفيكانت يعني، كان يا دوب ترند. عارفين حته الجيل لما قلت لكم اعلى من 0.05 هو قللوا الرقم شكله اقل، بس كان نون سيجنيفيكانت. وبعدين في الاخر كانت الكونكلوجن الميتفورمين ممكن مفيد لتايب 1 دايابيتس، فانت جايب الكونكلوجن ده منين؟ يعني الكونكلوجن مش مرتبط بالبحث اللي موجود. ساعات انا ابص على بيبر واقرا فيها واحس ان في حاجه ناقصه. هضرب لكم مثلا، لو واحد مثلا هيعمل بحث على علاقه بين السرطان الرئه وبين شرب الكحوليات، كويس، فجايب تابع ناس بيشربوا كحوليات وناس ما بيشربوش كحوليات، فلقى ان الناس اللي بيشربوا كحوليات بيجي لهم سرطان رئه اكتر. حد حاسس ان ممكن يكون في حاجه غلط ناقصه في البحث دوت ممكن تكون هي تضللنا؟ بالظبط. هو في حد بيشرب كحوليات من غير ما يدخن؟ بالظبط. لما البحث ما يجيبش سيره التدخين خالص، مش وارد ان يكون في طرف ثالث خفي كده زي الطرف الثالث بتاع مصر وهو اللي ادى اللي هو التدخين اللي هو ادى لسرطان الرئه والكحول على انه بيعمل بلاوي ثانيه لكن بريء من المرض ديت. فانا حته الانترنال فاليديتي ديت انا ببص اقرا البحث وفي دماغي هل الكونكلوجن اللي وصل له منطقي وسليم وتدعمه الداتا الموجوده ولا لا؟ فاول حاجه في الفاليديتي اللي بنسميها الانترنال فاليديتي ذا اكستنت تو ويتش ا كونكلوجن اور ميجرمنت از ويل فاوند، الاستنتاج اللي حصل ده في حاجه تدعمه ولا مفيش؟ الحاجه الثانيه الاكسترنال فاليديتي، يمكن انا لو قريت جرايد او جورنال مكتوبه في جرايد دوليه منشوره، لو قريت حاجه في الجامعه مثلا او في الجماعه الكبار دول، نادر قوي ما الاقي مشكله في الانترنال فاليديتي. يعني بيبقى بحث كبير وفي ناس كبيره قوي بتراجع، وغالبا الجرايد مش هيقعوا في غلطه زي كده. انا ممكن الغلطه دي لقيتها في جورنال يعني جرايد المصريه الهنديه حاجات زي كده، يعني يوغوسلافيا القديمه الصربيه حاجه، يعني ممكن تلاقي لو قعدت جرايد تعبانه شويه، لكن الجرايد الكبيره الانترناشونال الكبيره ممكن ما تلاقيش فيها وقعت الانترنال فاليديتي فيها مشكله. لكن اللي دايما هتلاقيها في اي حاجه مهما كان الكواليتي بتاع الريسيرش الاكسترنال فاليديتي، هل الداتا اللي موجوده بعد ما اتاكدت انها كويسه وسليمه وزي الفل تنطبق على العيانين بتوعي ولا لا؟ ودي نقطه مهمه جدا وبتتنسي كتير. يعني المثالين اللي قلناهم قبل البريك على، او المثال اللي قلته على بتاع البنزل الكول والكلام ده مثال واضح لده. الشغل الاولاني جاسمين سندروم ده حقيقي، واه لو حقنت البنزل الكول لعيال صغيرين مبتسرين مولودين وزنهم قليل واديتهم جرعات كبيره هتموتهم، ده حقيقي. لكن هل ده ينطبق على الحاله بتاعتي ولا لا؟ هل الاستادي ديت لما اجي انقلها بقى واشوف هطبق على العيانين بتوعي هيبقى حقيقي ولا لا؟ ودي نقطه الاكسترنال فاليديتي، هل الداتا ديت ابليكابل تو ماي بوبيوليشن ولا لا؟ انا عندي بوبيوليشن اطفال ودوت دي تيستنج وضع حيوي تيستنج،
على الجيرياتريك بوبيوليشن او على كبار في السن، هل الدواء ده سيف وافكتيف في البوبيوليشن البيدياتريك ولا لا؟ وساعات يبقى لا. السيفتراكسون بيستعمل لكل الناس زي الفل، استعملوا كده الاطفال تحت سنه تحت شهر وهتحصل مشاكل. فانا لما ابدا ادبر اطبق بحث او البيبر دي اشوفها هستعملها ولا لا، ما اخدهاش عمياني، هشوف الناس اللي في البيبر دي شبه الناس بتوعي ولا لا، هل البرودكت اللي في البيبر شبه البرودكت بتاعي ولا لا، هل طريقه الريسيرش كان بيديه حقن وانا عندي هديه راس او العكس، فانا محتاج ابص في كل الكرايتيريا واشوف هي شبه اللي عندي ولا لا، ولو مش شبه اللي مش شبه ده هياثر ولا مش هياثر، فلازم ادي الجادجمنت بتاعي في الموضوع. فالاكسترنال فاليديتي ده مقياس او وسيله ان انا ببص في البحث المنشور واشوف ده النتائج دي تنفعني ولا ما تنفعنيش. ممكن يكون شغل ما حصلش وزي الفل ويودي المريخ والقمر وكل حاجه، ما ينفعش العيان بتاعي مش هاخد الكلام ده. فالاكسترنال فاليديتي ذا اكستنت تو ويتش ذا كونكلوجن اور ميجرمنت كورسبوند اكيوريتلي تو ذا ريل وورد، ينفع بره البحث ده ولا ما ينفعش. فالانترنال فاليديتي تاني ذا اكستنت ا ستادي بروبلي ميجر واتس مينت تو بي، الستادي ديت فعلا الكلام اللي بتقوله ده راكب على بعضه مظبوط ولا لا. الحاجات اللي بتاثر على الانترنال فاليديتي حاجتين اساسيتين اللي بنسميها الكومباوندنج فاريبلز والبايس. كومباوندنج ديت عامله زي يعني كومباوندنج فاريبل الطرف الثالث، هل في طرف ثالث زي ما انا ضربت لكم مثال التدخين في الكحوليات والسرطان الرئه، هل في طرف ثالث موجود انا مش شايفه ولا لا؟ فده مهم جدا ابص وافكر فيها وانا بعمل ايفالويشن البيبر. الحاجه الثانيه البايز، الناس اللي عملوا البيبر دي هل في حاجه غلط عملوها متعمده او غير متعمده تاثر؟ ضربت لكم انا مثلا للبايز في الاول خالص لما قلت انا هختار العيانين، عارفين حته اختيار العيانين دوت؟ ده بنسميه سيلكشن بايز، انا بنقي على مزاجي. فالسيلكشن بايز ممكن اخلي نفس الدوايين واقلب النتائج. فانا لما ابص في البيبر بشوف هل في سيلكشن بايز ولا لا. سيلكشن بايز من الحاجات السبت اللي ممكن ما القطهاش، ان انا استبعد المرضى اللي فيهم مشاكل عشان اخد مرضى كويسين، بس ده برضو بيبقى نسبيا حاجه لازم ابقى عارفها وباصص لها في البيبر. الاكسترنال فاليديتي ثاني بكررها ذا اكستنت تو ويتش ذا ريزلت اوف ذا ستادي كان جنرالايز تو ذا بوبيوليشن اوف انترست، ودايما افكر مين العيانين بتوعي. لما هنتكلم على الفورمال ريفيو بكره ان شاء الله هيبقى جزء من الاسئله، طب انا هعمل فورمال ريفيو ليه؟ ما الاف دي قالت انه كويس، وزاره الصحه المصريه الوقوره قالت ده زي الفل، انا يعني اللي هاجي في المستشفى بتاعي ابقى العريف ويقول لك ده ينفع ولا ما ينفعش؟ لا، هم بيقولوا ان البوبيوليشن عام لمصر كلها، لكن انا بالنسبه لي او الاف دي بتقول للناس كلها، لكن انا بالنسبه لي هنا ده انسب حاجه ليه ولا ما ينفعش ولا لا؟ فهو دايما مش مجرد ان في ابروفد الدواء، انه ابروفد في امريكا او في الغرب في اي حته انه هيناسبني. وكان في سؤال حلو هنا على انتي انفكتيف، انا حتى لما بنقل الجايد لاين امريكيه او اوروبيه لمصر لازم ابقى مراعي الفروقات في الواقع بتاعنا. مش معنى كده اتجاهل الايفيدنس وامشي بالبركه، لكن ادور على ايفيدنس محلي انتي انفكتيف، احاول ادور على الانتي بايوجرام او داتا محليه للدراج ريزيستنس او البكتيريا ريزيستنس جوه الوضع المستشفى بتاعتي. كلمه بايس، كلمه بايس دي معناها ايه؟ معناها نون راندوم فاريشن ذا ستادي، يعني نون راندوم يعني حاجه بتتكرر ومش حاجه مره واحده حصلت غلط ان انا جبت عيان غلط، لا ده هو باستمرار في حاجه غلط في السيستم ان انا بفضل اكرر نفس الخطا، بفضل اختار الناس السلام في ناحيه والناس الناحيه الثانيه لا. والبايس دوت انواع كتير. اول نوع سيلكشن بايس انا حكيت لكم عنه، موضوع ان انا كان عندي بوبيوليشن هختار ناس عيانين او ناس مش عيانين في ناحيه، ودي هتلاقوها يعني من الحاجات اللي بتقلق بالذات لو انا ما عنديش بلايندنج او ما عنديش راندمايزيشن. لو انا مش عامل راندمايزيشن الاول كويس ومقسم ديت وديت هيبقى خلاص الايه ده موجود. فمثلا المثال اللي انا زي اللي قلت لكم وان جروب مايت بي سيكر اوردر ريتيشن كومبيرت تو ذا اذر، دي حلها راندمايزيشن، ان انا بعمل راندمايزيشن الاول وبعد ما اعمل راندمايزيشن انا كقارئ اقعد اقرا البحث، مش انا هعمل راندمايزيشن ده اللي بيعمله البحث، لكن انا كقارئ هبص على البيز لاين كاركترستكس، هل الاثنين جروبز اللي خدوا الدوايين زي بعض؟ ستات ورجاله هنا، لو بقى دايابيتس الاي 1 سي هنا زي هنا، لو هايبر تنشن البيز لاين بلد بريشر هنا زي هنا، لو كوليسترول هنا زي هنا، وهكذا. المهم ان انا اقارن البيز لاين، والبيز لاين ديت هتختلف من مرض لمرض حسب الدواء اللي انا بعالجه اللي انا بستعمله والمرض اللي انا بعالجه، هحتاج ابص على كرايتيريا معينه واتاكد انها زي بعض بين الاثنين. ده في الاول، لكن بعد ما يعملوا ريكروتمنت في ببص على الارقام النهائيه. يعني هو بالاول بيقول لك في الاليجيبيليتي كرايتيريا،
والاكسكلوجن كريتيريا دي في الاول، هيقول لك انا هدخل مين، لكن بعد ما دخل مين وعمل الاستادي بيقول لك الواقع بقى. ما ممكن في ناس دخلها وما جاتش وحاجات زي كده، ففي الواقع بيعمل لك جدول بيسميه بيز لاين كاركترستيك. البيز لاين كاركترستيك دوت هو اللي هيقول لك في الواقع انا دخل لي كام 1000 عيان، منهم 1000 اديتهم الدواء ده و1000 خدوا البلاسيبو مثلا او خدوا الدواء الثاني، وال1000 عيان دول كذا في المية منهم ستات، كذا رجاله، كذا بيض، كذا سود، كذا عندهم دايبيتس، وبيديك التفاصيل دي. البرفورمانس بايس ديت لو انا عندي مجموعه من الاثنين، من المجموعتين اللي بعمل عليهم ريسيرش، ومجموعه دي خدت رعايه اكتر من الباقيين. مثلا المثال اللي ممكن يبقى واضحه فيه البرفورمانس بايس، مش في دراسات بتقارن بين الناس اللي عندهم جالهم ام اي ميوكارديال انفاركشن، ممكن اعمل لهم انترفينشن ادخل قسطره واعملها، او عندهم بلاش ام اي عندهم زبحه مثلا او انستبلنج، ممكن اعمل قسطره وحاجات زي كده، وممكن ادي دواء، ادي انتي كواجلانت وخلاص وبيتا بلوكر والكلام، في ميديكال مانجمنت ممكن اعمل انترفينشن. انا اقارن بين الاثنين اشوف انهو احسن، فدي ستادي اوبن ليبل. الناس اللي عملوا انترفينشن وارد ان هم يراقوا رعايه احسن، المستشفى هيتراقبوا ويتظبطوا اكتر من كل الدوره واحد البيت، فده بوسيبل بايس في الاستادي، ان النتيجه ممكن تطلع لي الانترفينشن احسن، مش بسبب الانترفينشن احسن، بسبب ان الناس دي هناخد بالها منها كويس. فلما يفرق في ايه؟ ان انا لما تابع الناس دي كويس هيبقى فيه، وانا اثناء المتابعه هيبقى فيه كلام على الالتزام بالدواء، ما هو كده كده دول هتلاقي فيه شويه دواء ممكن ياخدوه، هتلاقي فيه كلام التزام بالاكل، هتلاقي فيه كلام التزام بالنشاط، هتلاقي فاكتورز ثانيه دخلت. طب انا بدي رعايه زياده، الفاكتور دي ممكن تخلي الناس اللي انا متابع معاهم زياده عشان طبيعه الانترفينشن اللي خدوه ممكن يدي نتيجه مختلفه، فده انا بحطه في اعتباري لما بقارن الاثنين. الموضوع بقى الـ 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 ان انا اتغلب على البرفورمانس بايس ده علاجه بالبلايندنج. لو اعرف اعمل بلايندنج، فانت مش عارف مين خد الدواء مين خد البلاسيبو، بس زي ما قلت لكم في حالات مش هعرف اعملها زي المثال اللي قلته لكم، لكن انا عموما في الدواء انت لو عندي مجموعه تاخد دواء بتاعي مجموعه تاخد دواء الثاني اللي انا مش عاوزه يرجع، ممكن ارعى بتاعي احسن، بس انا بتغلب عليها ان المريض مش عارف ولا الطبيب عارف مين بياخد انهي دواء. فعشان كده حته دايما في الاستاديز لما بلاقي كلمه دبل بلايندنج دي حاجه كويسه. يعني ايه دبل بلايند؟ يعني لا الطبيب او الممرضه عارفه ولا المريض عارف. من الحاجات اللي بتحسوا فعلا ان موضوع الافكت اوف كير على العيان ده رهيب، الاستاديز اللي بتتعمل على الانتي ديبريسنت والبين مانجمنت. الانتي ديبريسنت والبين مانجمنت بتلاقي بنقول عليها جريت بلاسيبو افكت، ان انا البلاسيبو اللي انا بدي العيانين بياخدوا هواء، بياخدوا قرص فيه لاكتوز ولا نشا، وتلاقي فيه 30 40% ريسبونس. تلاقي الدواء نفسه عمل 60% ريسبونس مثلا في الانتي ديبريسنت ولا حاجه او في البين مانجمنت، وتلاقي البلاسيبو 40%. وساعات زي ما قلت لكم الجيت ترايل بتاعت الجلوكوزامين كونترايت، ما اعرفش اذا كنت طلعت حد ثاني، السيلبريكس كان 80% ريسبونس والبلاسيبو 60% ريسبونس، 60% من الناس اللي ضحكنا عليهم قدامهم راس نشا ركابهم استريحت. يعني ده يقول لك قد ايه ان انا الاكسترا كير اللي بتزود للعيان ساعات بيبقى مؤثر لدرجه رهيبه. وعشان كده دايما نتائج الادويه اللي بتعتمد على التقييم الشخصي الانسان، اللي هو ان انت ما بتقدرش تمسك المرض، هو المريض بيقول لك انا بتوجع او مكتئب. الادويه ديت بتختلف نتائجها قوي جوه الكلينيكال ترايلز اللي استعملت عما يبدا نستعمله في الشارع. يعني ادويه الاكتئاب في اثناء الكلينيكال ترايل بشكلها حلو، تيجي تجربها في الشارع ما بتستجبش. او ادويه الالم جزء منها ان اثناء الترايل في حد بيشيك عليه وبتصل بيه واخبارك ايه وازيك عم الحاج ازيك يا مدام، يعني في متابعه، دي المتابعه دي من ورا بدون المتابعه دي بتريح العيان. الناس العاديه في الشارع بقى اللي في حياتهم الطبيعيه المليئه بالبؤس، مفيش المتابعه الظريفه الجميله ديت، وبيدفعوا ثمن الدواء بياخدوه ببلاش زي الناس اللي في ترايل، الناس اللي بياخدوها ببلاش مساعدين طبعا، لكن بتدفع ثمن ده بيجيب اكتئاب لوحده. فانت الموضوع الكير اللي العيان بياخد ده له تاثير كبير في نتائج الدراسه، فده برضه بتتراعى. الاتريشن بايس ده اللي اتكلمنا عليه، وكان في حد سالني على اثناء البريك عليه، فهو الاتريشن بايس ده اللي بيحصل. انا بدات الدراسه وكان في 3000 عيان هنا و3000 عيان هنا، وبعد 3 4 سنين متابعه لقيت الناس اللي لسه ملتزمه معايا بتاخد الدواء، لقيت مثلا ناحيه منهم 2600 ولا حاجه، وفي ناس بتنقل وناس بتعزل وناس بتموت، فطبيعي العدد بيقل، بس بلاقي العدد بيقل في ناحيه اكتر من الثاني. فلما الاقي العدد يقل في ناحيه اكتر من الثاني ده بقلق. هو قال لي ليه؟ يعني هي جت صدفه ان الناس اللي بياخدوا البلاسيبو او بياخدوا الدواء الجديد كلهم سافروا وهجوا مثلا طلعوا على كندا، ولا في مشكله ثانيه في الدواء؟ فلما بلاقي الاتريشن بايس دي بيبقى دايما في احتمال ان الناس اللي مشيت دي مشيت عشان عيب في الدواء. يا عم الدواء بتاعك الدراسه اللي انتوا مدخلين فيه منيله بنيله، انا بهرش ولا جالي اسهال ولا يقوم ايه وبطل دواء. دي بتحصل كتير، فمهم ان انا وانا ببص على الدواء
على الاستادي ابص هل في اتريشن ولا ما حصلش. يعني ايه اتريشن؟ يعني ناحيه من ناحيتين بتفقد ناس اكتر من الناحيه الثانيه. انا بادئ 3000 هنا 3000 هنا، بعد 3 4 سنين من الدراسه يعني لو فضل 2500 هنا ابقى مبسوط مع 2500 هنا، لكن الاقي واحده فضل 2500 والتانيه فضل 2000، الاقي فرق كبير في الاتريشن، فرق كبير في الناس التزام الناس بالدراسه. ده بيبقى من العلامات اللي تقول لي ان ممكن يكون في مشكله في الدواء وانا مش ظاهره. الناس دي ما اشتكتش، هي مشيت وخلاص. عشان كده لما هنتكلم على حاجه اسمها ستادي ديزاين او ستادي اناليسز هيبقى في شويه كلام مرتبط بالاتريشن دامج ده هنقوله دلوقتي. فالاتريشن دامج دوت ده از ديفرنس ان ويزدروز فروم ذا ستادي، ناحيه حصل انسحاب منها اكتر من الناحيه الثانيه. One arm of the study might have higher withdrawal because of intolerance or side effect. Attrition bias considered if the cause of withdrawal is not recorded. Attrition bias لو انا عارف السبب ما يبقاش في attrition bias. ما انا عارف، لو انا عارف السبب وعارف ان هو جاله مسهال عارف، لكن في احوال كتيره ما بيبقاش عارف السبب. المريض ما قالش، هو مجرد انسحب من الدراسه وخلاص. Detection bias دي بنلاقيها في ايه؟ هو الفشل الكلوي زاد في مصر ولا احنا اللي بقينا نعرف نعالجه؟ ما هو الناس كان بيجي لها فشل كلوي وتموت في الستينات والخمسينات والاربعينات والثلاثينات، كانوا بيموتوا برضه، بس الناس كانت بتعيا وتموت، صح؟ والناس اللي كان عندها سرطان زمان وجاله سرطان ومات. دلوقتي بقى اللي يجي له فشل كلوي هنوديه مستشفى، بقى في مكان الفشل الكلوي الغسيل الكلوي ده في كل حته، وفي الاقاليم وفي المدن وفي القرى، ولو عايز تجيب واحده في البيت زي بن لادن هتلاقي. فموضوع انا يعني دلوقتي ان انا بقيت اعرف اعالج الفشل الكلوي مثلا واعرف اشخصه واعمله ممكن يديني احساس كاذب ان مرض الانسنس بتاعته زادت. برضه بتحصل الحكايه دي في الاستاذ اللي بتعملها الامم المتحده على الامراض في افريقيا، تلاقي الاول مرض في افريقيا ما فيش او قليل، وبعدين فجاه الانسنس زاد قوي. هو في اول سنه كان يا دوب بيعملوا كل الارقام بتاعتهم على العاصمه، وفجاه وصلوا بداوا يعرفوا يلفوا البلد. الدول العربيه تقول لك احنا ما عندناش اتش اي في، ما نعرفش احنا ما بنقيس اصلا، واخد بالك؟ موضوع سر كبير في مصر ان الدول العربيه الاتش اي في اللي مرتبط بسوشيال ستيجما ونظره اجتماعيه مش مظبوطه، لكن ضرب يحللوا كتير. فهل عندنا فعلا المرض قليل ولا دي موضوع ديتكشن؟ وهل لو الانسيدنس فجاه زادت، قلت المرض فجاه انتشر في مصر، فشل الكلى انتشر في مصر، هل فعلا انتشر؟ ولا مجرد ان انا ما كنتش بقيسه الاول وبقيسه تاني؟ فانا لما ابص على ارقام في ستابيز فلازم اميز، احاول ابص لما الاقي زياده فجاه دي هتميزها، هتلاقي دراسه بتتكلم لك على مرض وعاوزه تربطه بدواء. دي هتلاقيها ساعات في يقول لك الدواء ده سبب السميه الفلانيه، انت ساعات لو بصيت او لو دورت بره ممكن يكون كل ما في الامر ان هو حصل وعي، فالوعي ده خلى الناس تعرف ان الدواء موجود، او يعني حصل وعي بالمرض فبدات الحالات تزيد، والوعي ده جزء من الوعي ان الدواء بدا يستعمل. مش الدواء اللي جاب المرض، ده هو الوعي جاب الاثنين، خلاني عارف ان في انسلنس عاليه من المرض والكيرف فجاه طلع لفوق وبقى فيه الدواء موجود. فموضوع الديتكشن بايز انا بلقط المرض ازاي او تشخيصه والكلام ده، دي ممكن تاثر في نوعيه الداتا اللي جايه لي. فانا لو بقرا ابحاث فيها الموضوع ده لازم اكون متنبه ان ده وارد. لما الاقي فجاه كيرف وفجاه لقيت بيك كده كبير طالع، مش شرط يكون في مشكله حقيقيه، ممكن يكون مجرد ديتكشن بايز. الدراسات الكويسه اللي بتتنبه الحكايه دي بيحطها لك تحت. يعني شفت شويه داتا الامم المتحده وعاملين التحذير دوت تحت. المرض الفلاني احنا غيرنا وسعنا غيرنا الكرايتيريا مثلا اللي بنشخص بيها المرض، او وسعنا الداتا اللي بنعمل فيها عشان كده البيك، فينبه القارئ يعني. لكن انت لو ما شفتهاش لقيت فجاه داتا اتغيرت كده في انسدنس بتاع مرض، دي بيكون ايه سبب وساعات الديتكشن بايز. ريبورتنج بايز لو بتاخد دواء وبتسال المريض بتاعك لو الدواء ده له سيكشوال سايد افكت، يعني غالبا بالذات في المجتمع الشرقي غالبا هينكر، هيقول لك ده الدواء ده انا زي الفل مفيش اي مشاكل. فده بنسميه ريبورتنج بايز، انت المريض بتساله على الدواء بتاعك على سايد افكت ومش هيقول. فده بيبقى دايما وارد وبيبقى ساعات اندر ريبريزنتيشن في حاجات زي كده. كلمه ريبورتنج بايز ليها معنى تاني، ان وانا يمكن كنت اتكلمت عليه قبل كده، ان انا لو بعمل انا كشركه بعمل بحث عن الدواء او حتى كجامعه ولقيت نتائج سلبيه في احوال كتيره ما بنشوفش. فدي بنسميها برضه هو ما بيعملش ريبورتنج للداتا بتاعته، وقلنا ديت حل مشكله ريبورتنج بايز في الكلينيكال ترايل. دي الاف دي حلتها ان في clinicaltrial.gov لازم اي بحث يتعمل لازم تقول لنا انك هتعمله بحيث تبقى الناس عارفه الدراسه هتعمل، فالناس تدور عليك تشوف النتائج ايه. بس هنا يمكن اللي مقصوده اكتر في النقطه بتاعتنا ديت ان انا مريض مش هيقول، فالداتا ممكن تكون ناقصه عن الواقع. يعني انا لو لقيت في البراكتس بتاعي ناس بتشتكي شكوى معينه عاليه وما لقيتهاش في كلينيكال ترايل، فده وارد ان ممكن كان في ايه ريبورتنج بايز والمريض ما بيقولش. في انواع ثانيه كتير سيبك بقى يعني ممكن تقروها براحتكم. الانترفيور بايز دي من
حاجات مشهوره، انت لو بتجمع اي داتا، انت لو اتنين مع بعض بيجمعوا نفس الداتا من نفس العيانين، واحد ممكن يعرف يقرر الناس كويس ويخليهم يعترفوا بكل حاجه، كتفهم وكهرباء ونور في عينيهم وحاجات زي كده، واحد تاني لما بيجي يعمل انترفيو ما يكونش شاطر قوي فما يجمعش المعلومه. فبرضه في الاستاديز اللي انا بجمع الداتا بتاعتي بتعتمد على الانترفيور، دي اللي بنسميها انترفيور بايز، دي برضه ممكن تاثر. يعني مش هخش في الحاجات دي كلها، بس الايه يعني هي حاجات ظريفه. انا شفت حاجات مش بس مرتبطه بالعلم، دي حاجات منطق خالص، الواحد الافكار عامه في حياته ازاي بتعامل مع المواقف والحياه ونفكر ازاي. ارجع اقول موضوع الكونفاوندنج ده، قلنا الكونفاوندنج ده هو الطرف الثالث، ده حاجه في الاستادي بتاثر، انا مش مكتوبه في الاستادي وما درستهاش، بس هي ممكن تكون هي اللي اثرت على النتائج بتاعتي. والمثال السهل ليها، مثال لو انا بدرس اللانج كانسر مع الدرينكينج الكحول درينكينج، فممكن يكون السيجاريت ده كونفاوندنج فاكتور، زي الطرف الثالث بتاع مصر اللي مش عارفين ايه جاي منين، كل حاجه نستسهل نرميها عليه. حل ايه بقى الكونفاوندنج فاكتور؟ حلها ان انا اعمل يا اما راندمايزيشن وماتشنج يا اما ريستريكشن. يعني ايه؟ يعني انا بفكر في دراسه، كل ما اعمل راندمايزيشن كويس كل ما نظريا المفروض يبقى في ميكسنج لكل الفاكتورز في المجتمع، بس ما بتحصلش، فساعات محتاج اعمل ريستريكشن. فبالستادي ديت انا محتاج اعمل اوسع دايره الناس بتوعي واتاكد ان نسبه اللي بيشربوا كحول الناحيه دي قد الناحيه دي، او استبعد خالص اللي بيشرب ويدخن ما يخشش الدراسه، فاما ان انا اتاكد ان الناحيتين فيهم نفس الحاجه، التدخين هنا زي التدخين هنا، او ان انا استبعد كلمه ريستريكشن ديت معناها ان استبعد التدخين في اللي بيدخل، اللي بيشرب سجاير مش هيخش معايا في الدراسه بتاعتي. برضو عشان موضوع الكونفاوندنج، انا كنت قلت لكم الناس لما بتعمل دراسات جديده لدواء جديد عاده بيختاروا عيانين صغيرين نسبيا، يعني ادلت هيجيب لك اللي عندهم سكر من اول 40، هتلاقي هم يدوروا على الناس اللي عندهم 40 وما يكونش عندهم امراض كتير. ده جزء من التكنيك ده، هو شكله لئيم طبعا عشان الدواء بتاعهم يبقى كويس شكله حلو وما يبقاش فيه مشاكل، لكن جزء منهم حقيقي علمي ان هو اليمينيتنج الكونفاوندنج. ما هو الامراض الثانيه دي ممكن تبقى طرف ثالث وتاثر على تاثير الدواء. تخيل لو ناس بالفعل ظروفها صعبه وهتموت، هتموت عشان ده كوموديتي كتيره، الاثنين ممكن يموتوا بنفس المعدل بصرف النظر الدواء بتاعك كويس ولا وحش، لان العين هيموت كده كده عنده مشاكل كتيره. بينما لما يكون عيان صحته احسن ممكن هيبان الفرق بقى بين الدواء الجديد والدواء القديم. هو برضو اليمينيتنج الناس العواجيز دوت الغرض منه اليمينيتنج كونفاوندنج فاكتور، ان السيفير ايلنس الموجود او المالتيبل كوموربيديتي ده ممكن تاثر على النتائج الاصليه، فبرضو استبعادها ده مش غلط علميا. من النقاط بقى برضو الايه المهم قوي، وانا قاعد اقرا يعني وانا ببص على الابحاث، انا ما بحبش الزيتيا، عارفين الايزيتيميب، انا مش مع استعماله خالص. ليه؟ عشان ده وحش. او الايزيتيماي، نعم، الهايبر ليبيديميا، عشان الحته اللي هقول لكم عليها دي. هو انا بعالج الهايبر ليبيديميا ليه؟ عشان انا ما بيعجبنيش رقم الكوليسترول وهو من ثلاث ارقام، فعاوزه يبقى من رقمين، يعني لو هو ميات يبقى وحش، عاوزه يبقى من رقمين بس. تمام، انا بعالج الليبيديميا مش عشان عندي مشكله مع الدهون، مثلا حد دهن ضربني وانا صغير فانا منتقم منهم، لا، ده هو انا بدور على اوتكم حقيقي. ايه الاوتكم الحقيقي؟ ان ما يجيلوش كارديوفاسكولار مورتاليتي، ما يموتش مني بدري، ما يجيلوش جلطه، ما يجيلوش ما يجيلوش ما يجيلوش. بعالج السكر ليه؟ مش عشان انا ما بحبش اشرب الدم وهو مسكر فعاوز يبقى سكره دلع، او بعالج الضغط ليه؟ انا مش عاوز يبقى شاريني ضربه، لا، انا بعالج الضغط او السكر او هايبر ليبيديميا كلها عشان في اوت كام كلينيكالي ذات ماتر. تمام، الاوت كام ده بنقول عليه البرايمري اوت كام في اي دراسه. لما ببص على اي دراسه لازم اعرف ايه الاوت كام اللي انا ببص عليه، ولازم الاوت كام ده يكون مهم، ما يكونش مجرد رقم. ساعات الاوت كام ده بياخد وقت على ما نجيبه، كويس. انا عشان اتابع هايبر ليبيديميا واشوف الاوت كام بتاع المورتاليتي ممكن احتاج اتابع العيان 15 سنين، مش كده؟ فممكن شركات الدواء تقول او الناس اللي بيدوروا، طب ما نتابع 3 اشهر ونشوف الكوليسترول، مش كده؟ ما هو الكوليسترول احنا عارفين ان هو لما يقطع هيوطي الوفيات المرتبطه بالهايبر ليبيديميا كارديوفاسكولار مورتاليتي، مش كده؟ بس مش دايما بتمشي كده. فانا عاوز اعرف ايه؟ عاوز اعرف الفرق ان في حاجه اسمها برايمري اوت كام، ده الهدف الحقيقي لاي علاج، وده لازم يكون كلينيكال اوت كام، حاجه ليها معنى للعيان. المعنى مش لازم بس الوفاه، العيان ينبسط لو ما جالوش ذبحه، العيان هيبقى مبسوط جدا لو ما قعدش الشهر الجاي في المستشفى، العيان هيبقى مبسوط لو ما اضطرش يطلع معاش بدري عشان مش قادر يتحرك. فالكلينيكال اوت كام دي حاجه هتاثر على العيان تاثير حقيقي، مش شرط الوفاه، لكن اي حاجه ثانيه مرتبطه بيها، دي بنسميها برايمري اوت كام، وده لازم يكون الهدف الحقيقي من اي دواء بنعالج بيه العيان.
انا ما بديش دواء عشان اقلل رقم السكر عشان ما بحبش الارقام الكبيره. انا ما بديش دواء عشان عيان عنده مرض وخلاص، ما بديش ادويه برد عشان العيان عنده برد، ده غلط. احنا دايما بنحب ادويه برد ليه؟ اصل انا عندي برد. تاخد الدواء ده ليه؟ اصل انا عندي برد. يبقى دي غلط. انا ما باخدش دواء برد عشان عندي برد، طلع عشان نفع شركات الدواء ولا عشان كده برد. انا باخدها عشان بربز. ايه البربز؟ اما اقلل السيمبتومز يا اما اقلل الديوريشن، صح؟ يا اما امنع كومبليكيشن. لو الدواء لو انا هينفع في واحده من الثلاثه يبقى ملوش لازمه. ده ينطبق على معظم ادويه البرد، يمكن على كلهم، صح؟ معظم ادويه البرد عندك برد ولا حاجه من دول بتحصل مع الدواء، انت خدت الدواء كده كده هيحصل، فما تاخدوش ادويه للبرد. الا لو كان ليه هدف واضح. ما انت لما تاخد اي دواء اسال نفسك. او حتى بقول لكم موضوع البرد ابسط حاجه، الدواء ده هيعمل كلينيكال اوت كامز ذات ماتر تو مي غير ان انا عاوز ارفع الصيدلي وانشط الاقتصاد المصري؟ لا، ده ممكن يبقى هدف برضه يعني. عندي دواء اكسباير وبدل ما يبقى اكسباير هاخده خلاص مثلا. او ليه صيدلي صاحبي عاوز انفعه، غالبا ده مش الهدف. لكن هل الدواء ده هيفرق معايا في الاعراض؟ لا مش هيفرق، يبقى ماخدوش. هل هيخلي المرض يبقى اقصر؟ مفيش حاجه ثبت انها بتخلي المرض اقصر قوي يعني، حتى فيتامين سي. طيب هيحميني من كومبليكيشن؟ لو كده كده مش هيفرق معايا في الكومبليكيشن، طب انا باخده ليه؟ فانا الاوت كام ده لازم ابص عليه في كل ستادي. الاوت كام ديت لما ابص عليها لازم اعرفها. انا في اي بيبر بخش فيها او اي حد بيعرض ستادي، احنا هنا كنا بنعمل جورنال كلاب سنه خمسه الغلابه، خليهم يجيبوا بيبر وايه ويناقشوها وايه ويقف كده برزنتيشن واحنا بنقرص فيها. ففي كل حاجه عاوز اخرج منها قاعد اتفرج 360 طالب يعني ايه، كل بيبر عاوز اقعد ايه الاوت كام وايه الانترفينشن وايه النتيجه. انت بتجرب ايه؟ بتجرب ايه ليه؟ عاوز توصل لايه؟ لو اي طالب ما مش عارف يجاوب السؤالين دول يبقى هو ما فهمش البيبر. سقطوا على طول. فانا مهم برضه وانا قاعد اقرا اي بيبر لازم ابص ايه الاوت كام الحقيقي اللي انا عاوز اعمله. تمام؟ فده بنسميه البرايمري اوت كام، ده المين اوت كام، الحاجه اللي طالعه من الاستاديز. ساعات زي ما قلت لكم في بيبر البرايمري اوت كام ده بيبقى طويل او صعب او ضعيف، زي ادويه سكر جديده عاوز اقارن دوين ببعض، حاجه جديده وحاجات زي كده. فبنلاقي بدل البرايمري اوت كام بلاقي سيرجت ماركر. سيرجت يعني بديل. في امريكا كده لما يكون طفل جايبين له ام بديله يقول لك سيرجت مام. يعني طفل بديله وايه او ماركر بديل. كلمه سيرجت دي يعني بديل. فايه انا عاوز اشوف الدواء ده، هذا اللي بيديني المفروض الايديال اوت كام بتاعي هو يمنع المورتاليتي او يمنع الكارديو فاسكولار ايفنتس ان يجي لي ام اي او حاجه زي كده. لكن احنا عارفين ان الكوليسترول العالي هيعمل مشاكل دي، فلو ده بيوطى الكوليسترول يعملها. فانا ممكن اقبل مبدئيا ان انا اجرب دواء بناء على انه بيوطي الكوليسترول او بيوطي الضغط او بيوطي السكر. لكن الاحسن ان انا يكون عندي البرايمري اوت كام. لما الاقي دواء زي الايزيتيميب، الدواء دوت عنده في السيرجت ماركر شغال زي الفل، هو بيوطي الكوليسترول. لكن اجي اقارنه بالستاتين لوحدهم، عيان بياخد ايزيتيميب لوحده، عيان بياخد ستاتين لوحدهم، مين اللي اجدع في تقليل المورتاليتي؟ ستاتين. طب لو انا جبت عيان بياخد ستاتين وعيان زودت له ستاتين وايزيتيميب، في حد اجدع؟ لا مفيش. هو الايزيتيميب والستاتين بيوطي الكوليسترول اكتر. هو جدع قوي في السيرجت ماركر، كسيرجت ماركر توطيه الكوليسترول بيوطيه. لكن طب التوطيه ديت فرقت لي في الاوت كام كمورتاليتي؟ فرقتش. انا باخده ليه؟ عشان اوطي الرقم يبقى شكله حلو. فدي حاجه وانا ببص عليها، بص عليها. كنت في برزنتيشن في مستشفى حاضر، وكان بدي برزنتيشن على دور كلينيكال فارماسي، وبعدين جه بعد مندوب شركه من الشركات المصريه اللي بتعمل الكومباينيشن، كان ايزيتيميب مع سيمباستات. فالراجل عمل برزنتيشن وكل حاجه انا زنقت بقى في اوت كام ترايل ان هو بيفرق حاجه عن لما اخد ستاتين لوحدها. الراجل اتلجلج قال بس وقت الكوليسترول، تقول لا غير ضعيف الكوليسترول، هو انا ده هدف نفس الحوار. لا هو فالمندوب طبعا عرق وصفر وازرق، وانا حسيت ان انا ضميري بيأنبني عشان انا حركت الرد. بس انا ما كنتش عاوز الاطباء اللي قاعدين سامعين المحاضره معايا يتاثروا بالمحاضره بتاعته ويبداوا يصرفوا فلوس في المستشفى بتاعتهم عشان يجيبوا دواء انا حاسس انه ملوش فايده حقيقيه. فانا كريسيرشر بعمل ريفيو على دواء جديد عاوز ادخله في مستشفى زي ما نتكلم بكره، محتاج ابص على الاوت كامز ديت، محتاج اقدر اميز يعني ايه سيرجت ماركر بيقيس بيولوجيكال داتا وبين حاجه بتعمل فرق حقيقي. كتير في امراض تلاقي يقول لك انت لو قللت الحاجه الفلانيه ده مفيد للمرض، فاحنا هندي الدواء الفلاني يقلل الحاجه الفلانيه. طب فين بقى الدليل ان الدواء ده فاد المرض ده؟ تلاقيش في احوال كتير. فمهم انا عشان اقول فعلا الدواء افكتيف يكون في دليل واضح على ريليشن بين الدواء ده وبين الاوت كام الحقيقي. انا ممكن في الدراسات الاولانيه على الدواء ممكن اقبل سيرجت ماركر، لكن في النهايه الدواء ده لازم يزق. وده اللي حصل اف دي ام دي ابروفال للايزيتيميب، الزيت يا جماعه على كده هو بيوت الكوليسترول، وهو له استعمالات لبعض الجروبز برضه عشان ما ايه ما اقولش ان هو دواء ملوش لازمه خالص، بس معظم العيانين اللي بياخدوه غالبا ما بيستفيدوش منه.
يعني ما هو في كلينيكال ترايل بتتكلم اكوموديشن دي في كتير، بس كلهم شافوا ان الاكوموديشن دي ما تفرقش عن الستن لوحدها. يعني هي دي المشكله، يعني الاول ما كانش فيه فكان هم يقولوا ده بس بيوطي كلسترول كويس، احنا شغالين اهو هتنزل، وبعدين نزلوا كلينيكال ترايل واحده ورا واحده ورا واحده ومفيش الفرق ده موجود. نفس الكلام على الفينوفايبريتس مثلا، الفينوفايبريت مفيده او النايسين مفيدين في الترايل السلايد يقللوها، ده كويس لو مريض انا خايف يجي له بنكرياتايتس، او مفيدين هو بيعالج اتش دي ال، بس احنا ما لقيناش ان النايسين مثلا، احنا في يعني برضه هنخرج عن الموضوع سنه بس يمكن عشان تشرحوا الكونسبت، احنا النايسين احنا الناس بتاخد نايسين ليه؟ عشان تعلي الاتش دي ال، ممكن عشان تقلل الترايل السلايد، في ناس بتاخده الهدف الوحيد ان يعالج الاتش دي ال. الاتش دي ال احنا المعلومات اللي عندنا ان لما الاتش دي ال بيبقى عالي في كورليشن بين الهاي اتش دي ال والنيجاتيف كورليشن، يعني كل ما الاتش دي ال بيبقى عالي كل ما كارديو فاسكولار مورتاليتي اقل او الازمات القلبيه اقل، احنا عارفين المعلومه دي كويس، وعارفين ان انا لما ادي نايسين بيزود الاتش دي ال، فكان الحته المنطقيه طب ما ادي نايسين عشان ده كويس هينفع القلب صح. كل ما جربنا لقينا ما ينفعش، هو بيعلي الاتش دي ال بس مفيش بينفيت، لان غالبا العلاقه بين الاتش دي ال والمورتاليتي او الكارديو فاسكولار احنا فاهمينها غلط، احنا فاهمينها انها كوزيشن انما هي اسوسيشن. هو احتمال كبير ان الناس اللي عندهم اتش دي ال عالي وعندهم كارديو فاسكولار مورتاليتي واطيه السبب في الاثنين الرياضه مثلا، لان الاتش دي ال لما بعليه بشيل الحديد بتقل المورتاليتي، اعليه بالنياسين تقل شيل المورتاليتي، يبقى انا فهمت الاتش دي ال غلط، مش الاتش دي ال هو اللي بيحمي الشرايين، لا ده هو الاتش دي ال انديكيشن ان جسمك فيه حاجه بتحمي الشرايين، فديت برضو نتيجه ان حصل الاستنتاج ما كانش صح من الاول، ان احنا لخبطنا بين الاسوسيشن بين الكوزيشن، الهاي اتش دي ال مش كوز لاي بينفيت، هو ناس غالبا برضو حاجه مش كونكلوزيف لسه الموضوع ما زال مفتوح البحث، بس هي الداتا ظاهرها حاليا ان لا ده هو بيعبر عن وضع في الجسم بيحمي القلب وبرضه بيعلي اتش دي ال مش شرط الوصف. فانا مهم ليا وانا قاعد اعمل ايفالويشن لده وهدخله زي اللي في ميت ده زي ما بقول لكم، انا كنت هعمل هرفض ان هو يخش لمعظم العيانين اللي عندهم، لان انا ما فيش بنفيت حقيقيه للعيان. الستاتين في بنفيت حقيقيه واضحه ودوكيومنتد بعشرات الابحاث. وده برضو الناس اللي عاشت في جوه نظريه المؤامره، يعني ايه اللي هي ان يعني في ناس بتعترض على ان النايسين الموضوع عنها كتر، خد نايسين وفوائدها كترت، بتقول ده مؤامره من شركات الدواء، طب ما هو شركات الدواء كانت بتعمل مؤامره على الايزيتيميب كمان، كانت تعملها على بقيه الحاجات على الفينوفايبريت، فهو يعني ايه اذا يعني ما فيش المؤامره على الاطلاق، بس ما فيش داعي المبالغه فيها، يعني اللي انت لو بصيت حواليك هتلاقي ادويه كتيره وشركات عملاقه بتصرف فلوس وتقدر تعملها زي الافلام تختار رؤساء دول عشان الدواء بتاعهم يمشي وما بيحصلش. الدواء بيقع لان الداتا وحشه. من ضمن الحاجات اللي هتلاقيها وانا عايزك تبقى عارف المعنى برضو موضوع الكومبوزيت اند الكومبوزيت اوت كام. الكومبوزيت اوت كام ده يعني ايه؟ ساعات في ستادي هتلاقي كلمات كتير ان انا ما بقيسش حاجه واحده، انا الاوت كام بتاعي اللي بقيسه مش حاجه واحده، انا مجمع لبشه حاجات على بعض. مجمع المورتاليتي، مجمع الهوسبيتاليزيشن او الام اي مثلا، مجمعهم مع بعض. بتلاقي كتير في الكارديو فاسكولار ستاديز بلاقي ان عاملين تجميعه من مجموعه من الاوت كام اللي هم شكلهم مش زي بعض بس هم ريليتد، ان هم كلهم دول مختلفين بس في النهايه كلهم بيقيسوا حاجه واحده اللي هو البيشن اوت كام والبيشن بينفيت. لما انا بقارن دراسات فيها حاجات زي كده ساعات الدوين ممكن يكون الاوت كام الحقيقي بره زي بعض، ساعات انا عشان اقيمها قوي محتاج ابص من جوه واشوف التثبيته بتاعتهم من جوه قد ايه. ساعات ممكن تلاقي كل البينفيت اللي جاي في الكومبوزيت اند بوينت هو هوسبيتاليزيشن، مفيش بينفيت حقيقيه في المورتاليتي، لكن ممكن دواء تاني يكون هو الكومبوزيت اند بوينت الاجمالي او العدد الاجمالي كله على بعض زي بعض ونفسه، بس البينفيت الحقيقيه هنا في المورتاليتي احسن. فانا لما الاقي كومبوزيت اند بوينت موجوده في ستادي محتاج ابص واشوف انواعها ايه، ايه اللي جواها، وابص على الارقام اللي جواها. وانا يعني كان نفسي ان انا الكورس بتاعنا يبقى فيه جورنال كلاب وخليكم تعملوا الموضوع ده بيتكم عملي، بس الوقت محدود. فانا يعني نفسي اي واحد فيكم ده روح النهارده يخش على نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن، نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن، وكل البيبرز اللي عليه ببلاش، وخد اي بيبر في وشك واقراها وحاول تطلع فيها الحاجات اللي قلناها النهارده. تعمل جورنال كلاب؟ تمام. لو في حاجه في
في حاجة أنا هنا هنا لما الطلبة بتوعي كانوا بيعملوا جورنال كلاب أي واحد بيبدأها جديد بيبقى تايه. أنا في أمريكا السيستم شوية كان يرميه في البحر وسيبه يعوم، فلما كانوا بيعملوا الحاجات دي كانوا بيرمونا رمية من نيلة بنيلة وكان اتصرف. شوية في مصر عشان أسهل الموضوع على الناس فأنا ليا روبريك عامله، ليا فورمة ثابتة بتاع 22 نقطة كده كنت بديها للطلبة، اعمل لي البرزنتيشن بتاعتك مغطية ال 22 نقطة دول ومنهم جدول معين بيقارن بحط بلخص فيه بعض الحاجات. فالجدول ده ممكن ابقى ابعته لك. انت معاكم الايميل بتاعي ولا لا؟ طيب الايميل بتاعي طاهر وحجاب لازقين في بعض كلمه واحده وات جيميل دوت كوم. ماشي، فابعتوا لي ايميلاتكم وانا اللي عاوز حاجه مني يعني انا هجتهد في الرد. انا معلش بقى يعني ايه ساعات بتاخر في اي حد يتواصل معايا واتاخر عليه يعذرني يعني انا ايه حياتي استريتش زياده عن اللزوم. فبس ابعتوا لي عاوز معلومه زي كده ابعتها لي وانا هبعتها لكم تاني وبعتيه اوريها لي واقول لك رايي فيها. برضه السؤال له علاقه بالاتريشن، نكمل الكلام على موضوع الاتريشن. طب انا الستادي بتاعتي لقيت في ناس كتير مشيت او عدد قليل او مش، ف انا محتاج ان انا اتعامل مع العدد اللي مشي دوت بطريقه او باخرى. فعموما انا اي ستادي لما باجي احلل الداتا بعد ما خلصت في كذا طريقه تحليل، انا بقيت 3000 عيان كويس، انا ممكن احسب النسب بتاعتي كلها بناء على 3000 عيان وممكن احسب على اللي كمل بس، صح مش كده؟ انا جات لي 100 حاله وفاه فاقدر اقول لك نسبه الحالات الوفاه 100 على 3000، وممكن اقول لك لا هي 100 على اللي فضل اللي هو 2500، طلع لي ارقام مختلفه. فطريقه الاناليسيس بتاعت الداتا في كذا طريقه. اول طريقه اللي بنسميها بير بروتوكول، ان انا بحسب كل حساباتي على العدد اللي خد الدواء وكمل معايا زي ما انا قلت له بالظبط. البروتوكول بتاعي قال انه ياخد الدواء في ميعاده وبعدين هيجي يحل التحليل الفلانيه وهكشف عليه واطمن عليه وبعدين هيروح وهظبط في سيستم بروتوكول الاستادي. ففي اناليسز ان انا احلل الداتا بناء على اللي التزموا بالبروتوكول. مشكله ديت ايه؟ ان انا الناس اللي مشوا عشان الاتريشن عشان في مشكله انا مش عارفها مش هيظهروا في التحليل ده، ان انا احلل اللي التزموا بس. فالتحليل ده شويه بقت الاف دي بتعتبره مش كافي ولازم نعمل حاجه ثانيه اسمها انتنشن تو تريت اناليسز او انتنت تو تريت اناليسز. وده اغلب الصالي هتشوفها انت وانت تبص على البيبر لما تلاقي كلمه انتنت تو تريت ديت العكس بتاعها بير بروتوكول. دي معناها ايه؟ ان انا حتى الناس اللي مشيوا لا ده انا حاطط في دماغي طريقه الحساب اللي بتوع الاحصاء الحيوي والناس اللي دماغهم في الذريه دول بيقوموا حاسبين الحسبه بناء على ان كل الناس حتى الناس اللي مشيت في الاول. فانا عندي نوعين البير لا هو بيحسب ان هو بيقول لهم بقى حساباتهم مش في الموضوع ده قوي، انا شخصيا مش ضليه فيه قوي. لا بس بيحسب الاتريشن ده بيبقى فاكتور بيتحط فاكتور في الايكويشنز، يعني مجرد حصول الاتريشن ده بيظبط الايكويشن بناء على اساسه. مثلا هضرب لك مثلا احنا لما اتكلمنا قلنا انا بحسب في سنترال تندنسي مش كده، في فاريابيليتي وفي سيجنيفيكانس. سيجنيفيكانس الداتا دي حقيقيه ولا جت بالصدفه؟ كل ما في اتريشن عالي كل ما معادله اللي بتحسب السيجنيفيكانس دي بتتاثر. فانا ممكن نفس الارقام ديت وانا حاطط فاكتور اتريشن ما تطلع نون سيجنيفيكانت، لو ما حطيتش فاكتور الاتريشن تطلع سيجنيفيكانت، لان الاتريشن بيدخل لي جزء من الغموض في الداتا من الـ من الانسرتينتي، فدي بتطعن في الكواليتي بتاعت الداتا، فدي دي ستاتستيكلي بيلاحظوها. يعني الستاتستيك شويه في ناس بيبصوا لها بيحسوا انها سحر ووهم وتاخد اي ارقام تطلع لك النتائج اللي انت عاوزها، بس هي المفروض بتنحكم بايه؟ بقواعد صارمه يعني. احنا في كورس هنا الخمسه هياخدوا كورس ستاتستكس محترم الترم الجاي فادعوا للطلبه يعني. ميزه الانتنت تو تريت اناليسز برضه ان هو بيمارس الواقع، الناس اللي كل الناس دخلوا خدوا الدواء حتى لو ما كملوهوش محسوبين في الحسبه فعلا القيمه اللي طالعه تماثل الواقع. ما ممكن يبقى دواء حلو بس دواء ده بيعمل مشكله سايد افكت فلانيه فالمريض ما ياخدوش يبقى زي قلته. فالانتنت تو تريت اناليسز لو حتى لو طلع لي الدواء ده نون سيجنيفيكانت برغم ان هو انا لو كنت عملت بروتوكول وكان طلع سيجنيفيكانت دي برضه ريفليكتنج رياليتي، ان الدواء الحلو قوي ده بس بيعمل امساك لا والمريض ممكن ما بيشتكيش عشان الريبورتنج بايس فاكرين؟ مش عايز يشتكي من الموضوع وخليه يمشي ويسيب الدراسه وخلاص. ما هو ده في الواقع برضه هيفرق معاه وهيخلي برضه المريض ده بتاعي في الحقيقه ما رضاش ياخد الدواء ويقوم جاي له المشاكل اللي انا بهاجم الدواء علشانها. فالانتنت تو تريت اناليسيس برضه يماثل الواقع بصوره كبيره اكتر من البير بروتوكول. انا ممكن الدواء في تاثيره الفارماكولوجي ذا بيو فارماكولوجيكال افكت زي الفل بس في مشكله ثانيه بتخلي في البراكتس بيعمل مشاكل. الحاجة اللي بقى اللي محدش يستعملها خالص الاس تريتد. فأنا لو مريض في نص الدراسة بدأ ودخل معانا وبعدين قال لا أنا مش هاخد الدواء أو بياخد دواء وكنا هنحوله لجراحة أو العكس، فأنا ممكن أحسبه مع المجموعة العكسية. يعني أنا المفروض إن هو دخل في مجموعة
وبعدين اتنقل لمجموعه ثانيه. في طريقه اسمها از تريتد، يعني زي ما خد، هو احنا قلنا الاول هياخد بلاسيبو بس حصل حاجه وخد الدواء، او كان هياخد الدواء ايه وبعدين حصل حاجه وخد الدواء بيه، فانا بحطه بحسب ارقامه مع المجموعه اللي انتهى اليها. ده غلط، ما حدش بيستعمل الاناليسيس ده خالص، ان مشكلته بيبوظ الراندمايزيشن. ما احنا قلنا هياخد الناحيه دي او الناحيه دي عشان نظبط الناحيتين يبقوا زي بعض. لما اسمح لناس يقعدوا يغيروا المجموعه انا كده ممكن ابوظ الراندمايزيشن وادخل بايس في الموضوع. فده مش هتلاقيه موجود في اي بيبر حاليا اللي هو استريت. اللي هتلاقيهم انتم تو تريت وبروتوكول. انتم تو تريت يناسب الواقع احسن، وده هتلاقيه في اغلب الاستاديز. شويه تعريفات لما تشوفها مكتوبه، احنا قربنا خلاص على الفكره وهنطلق سراحكم. انسيدنس يعني ايه انسيدنس؟ بس حاجه تبقى الواحد عارفها كده يعني للعلم بالشيء. ده ايفنت بير تايم بيريد، ودي الناس اللي بتعمل دراسات في المستشفى اللي عاوزين يبصوا على العيانين لازم يميزوا الحاجات دي ويعملوها بصوره سليمه. فالانسيدنس ده ايفنت بير تايم بيريد، يعني كام حاله وفاه في السنه، كام حاله نيفروتوكسيستي في السنه وهكذا. بريفالنس، انا عندي كام حاله النهارده التوتال بتاعي. لا ما هو زي ما انا عاوز، ما انا ممكن اقول في الاي سي يو، ممكن اقول في كذا يعني، هي بس هي وانا وانا بنشر الحاجات دي او بعرضها على اداره المستشفى المصطلحات دي ما ينفعش تتلخبط مع بعضها. الحاجه الثالثه بريفالنس بروبورشن، البريفالنس على البوبوليشن، كم حاله عندي لكل 100 سرير، كم حاله عندي لكل 1000 سرير او 500 سرير او هكذا. دي حته كده على الجنب انا بحطها للناس، ساعات بلاقي ناس ايه بتتلخبط فيها فحبيت احطها، يعني شكلها وحش المفروض احطها. الحته الاخيره دي بقى حته مهمه جدا 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 واحنا بنتعامل مع الادويه، برضه حط ارقام، وانا حاسس ان انا عامل سلايد مش حلو قوي بس ايه هحاول اجتهد ان انا ايه اوصل المعلومه. انا بقارن دوايين ببعض، بقارن مثلا نتكلم على الوارفرين مثلا كويس. فالوارفرين هضرب ارقام من دماغي، مش مفيش ستادي معينه جايبها بس انا هقلف الارقام. يعني تخيل ان انت بدي الوارفرين للناس اللي عندهم اتريال فيبريليشن، كده الناس اللي عندهم ايه اتريال، عارفين اتريال فيبريليشن اللي هو الرفه اللي البطين بتاعك يقعد يعمل كده، المفروض الاتريوم يعمل كده فاضي الدم مش كده، ده الطبيعي ينقبض ويرتخي ينقبض ويرتخي. لما يكون في فيبريليشن بيقعد يعمل كده، يقول اللي يحصل ما بينقبضش، فيحصل هنا يتكون ايه دلتا، بس هو ما بيفضلش فيبريليتنج على طول، هو كل يوم كده ولا نص يوم ولا يومين ولا ثلاثه ضارب ضربه بجد. المشكله لما بيضرب الضربه اللي بجد دي الجلطه اللي فيه تنزل على البطين، البطين ينبعتها على المخ عامل ستروك، تمام. فده الاتريال فيبريليشن في 30 ثانيه. طب انا الاتريال فيبريليشن بقى ممكن احاول اعالجها بريتم كنترول، ريتم كنترول ده مش سكتي. اللي يهمني دلوقتي ان انا عشان الجلطه دي ما تحصلش هدي انتي كواجلنت. الناس لو الناس اللي مذاكره عارفين ان في حساب حاجه اسمها تشات سكور او تشات تو سكور والحاجات ديت، وان قرر هياخد ورفه. قلنا المريض ده بناء على فاكتور معينه هياخد ورفه. انا بدي ورفه ليه؟ عشان ما تحصلش الجلطه بتاعت المخ. فانا لما ادي الورفه عشان اقيس الفعاليه بتاعته رقميا، انا عاوز اقيس الفعاليه بتاعته رقميا وعاوز اقيس الضرر. وايه الضرر؟ هو دلوقتي اديته عشان يعمل انتي كواجلنت عشان ما تحصلش جلطه في المخ. لكن مش هو انتي كواجلنت، مش هو ممكن يعمل لي نزيف في المخ. فالورفرين ممكن يعمل نزيف في المخ. تمام؟ طيب انا عاوز اعرف الورفرين ده اديه اديهوش؟ ما هو انا كده احترت بقى، انت بتقول لي بيعمل ممكن بيمنع الجلطه في المخ بس بيعمل لي نزيف. طب اديه ولا ما اديهوش؟ اي نار على اي اساس؟ انا قلنا نظبطها من 2 ل 3 على اي اساس؟ الاساس ان انا عاوز اظبطها بحيث يبقى عدد اللي بحميهم من الجلطه اكتر من العدد اللي بيسبب لهم نزيف. عشان اعبر عن الحكايه دي رقميا محتاج اعمل الحسابات ديت. اضرب لكم المثل الاخر، بس انتوا خدتوا بالكم الكونسبت دلوقتي؟ انا الوارفرين عنده مشكله سيفتي او بنفيت موجوده مع توكسيستي موجوده، والاثنين مرتبطين بالميكانيزم في اكشن. وانا عاوز اخد قرار. فانا عاوز احسب اقيم التوكسيستي والبنفيت رقميا. فمن الحاجات اللي بنبص عليها بنسميها الابسوليوت ريسك ريدكشن. يعني ايه؟ انا لو ما خدتش وارفرين كان احتماليه ان يجي لي جلطه في المخ في السنه، فرصتي ان انا كل سنه عندي احتمال 5% خليها 10% عشان يبقى رقم سهل، ان انا فرصه ان انا يجي لي جلطه في المخ 10% كل سنه. تمام؟ لما اخد وارفرين برضه ممكن يجي لي جلطه في المخ بس احتمال 5% بس. تمام؟ فالفرق بين الاثنين كام؟ 5%. فبنقول ان الابسوليوت ريسك ريدكشن 5%. الابسوليوت ريسك ريدكشن 5%. لكن انت ممكن تحسبها بحسبه ثانيه، ممكن اقول ان انا كانت 10% بقت 5% يبقى كده في 50% ريسك ريدكشن، مش كده؟ ممكن ابص لها كده برضه.
لما اقسم الاثنين على بعض دي بحسب حاجه اسمها ريليتيف ريسك ريدكشن. فانا ممكن اعبر على البينفيت ديت على الريسك ريدكشن دوت ممكن اعبر عنها بابسولوت ريسك ريدكشن، وده هيكون قبل بعض طرح ممكن اعبر عنها باسمه. خدت بالك ان واحد طلع لي 5% وواحد طلع لي 50؟ فديت لازم تتنبه لها وانت بتقرا ترايلز، ان الريليتيف ريسك ريدكشن بيبقى خادع. هي 10% بقت 5 والابسولوت ريسك ريدكشن 50%، هي 1% بقت 0.5% والابسولوت ريسك ريدكشن 50%، هي كانت 1 في 1000 بقت 0.5% وبرضه 50%، هي كانت 1 في المليون بقت 0.5% هي برضه 50%. لازم وانا بقارن الادويه فعاليتهم واعرف الخطوره الحقيقيه للمرض ابص على الابسولوت ريسك ريدكشن. الريسك ريسك ريدكشن بيضحك علينا، بيتوهنا بس. ودي كان من جزء الانتقادات اللي متاخده شويه زمان على موضوع الافانديا والهلع منه، ان الارقام ريلاتيف الافانديا زود الكارديوفاسكولار مورتاليتي قد كده في كام في الميه، بس الارقام نفسها كلها كانت قليله. بس كده كده الناس قالوا ما دام في بدائل امن ايه ابعد عن الافانديا. طيب لما اقول انه قلل الريسك 5% ساعات الرقم ده تحس انه شويه مش ظاهر. يعني ايه قلل الريسك 5%؟ مش كده؟ رقم تحس انه غريب مش كده؟ فمن وسائل اللي بتخلي الرقم ده له قيمه بشريه تحط وجه انسان عليه ان انا احسب حاجه اسمها نمبر نيد تو تريت. لما اقول لك الوارفرين عمل ابسولوت ريسك ريدكشن 5% ده معناه ان كل 20 عيان تنجحهم ياخدوا الوارفرين هتحمي واحد منهم ان يجي له جلطه ويموت. تمام؟ بتتحسب ازاي نمبر نيد تو تريت؟ ان انا اقول واحد على الابسولوت ريسك ريدكشن. فهي الابسولوت ريسك ريدكشن 5% اللي هي 0.05. فلو قسمت واحد على 0.05 يطلع 20%. فلما بتحسب الرقم ده نمبر 23 بتديك وجه بشري وتديك عدد جميل بتعرضه بيبقى واضح ان انا طب انا اديت المضاد الحيوي ده احسن من الثاني هيفرق ايه؟ ان انت لو استعملت مثلا ليفاكوين بدل جنتامايسين في حالات الفلانيه هتحمي كده كل 100 عيان تاخدهم هتحمي هتمنع 3 حالات من الايه؟ من الرينال فيليا. نفس مثال الوارفرين ده انا قلت النمبر 23 20 لـ1 مش كده؟ ده معناها ان كل 100 عيان هياخدوا وارفرين انا كده بحمي 5 عيانين ان يجي لهم جلطه في المخ. تمام؟ طب انا عاوز اقارنها بقى بالريسك. في الريسك بنحسب حاجه مشابهه اللي هي نمبر يونت تو هار. نفس الحكايه هفترض ان الريسك ان واحد يجي له انتراكرينيال هيموليج من غير حاجه 1%. انا وانا ماشي كده لوحدي اهو في الشارع ممكن يجي لي زيت في المخ بعد الشهر. ممكن يجي لي 1% احتمال يجي لي جلطه في المخ. فالريسك بتاعي الابسوليوت ريسك بتاعي 1%. لو خدت وارفرين الاحتمال هيبقى الضعف. فاحتماليه يجي لي جلطه واموت 2%. لو بصيت على الريليتيف ريسك هو 200% الضعف. تمام؟ لكن الابسوليوت ريسك بقى كام الزياده؟ 1%. صح؟ يبقى الابسوليوت هنا مش ريدكشن بقى هنا انكريز، او ابسوليوت ريسك انكريز بقى 1%. طيب عشان احولها لنمبر نيد تو هار هقسم 1 على 1%. يعني انا عشان اجيب لواحد جلطه قصدي نزيف في المخ محتاج اعالج كام عيان؟ 100. فانا كده وصلت الرقمين، ان انا لو عالجت 100 عيان بالوارفرين هحمي 5 منهم ان هم يموتوا بجلطه، بس واحد ممكن يموت بالايه؟ نزيف. يبقى انا كسبت كده كام عيان؟ يبقى ريسك بينفيت اناليسيس شكلها ايه؟ حلو تستاهل صح؟ اضحي بواحد عشان اعيش 5. نعم؟ تاني انا بحسب في كل واحده لوحدها، بحسب في كل واحده الابسوليوت ريسك ريدكشن او انكريز. ففي الوارفرين قلنا ان هو الريسك ابسوليوت ريسك كانت 10% ونزلته ل 5، فالابسوليوت ريسك ريدكشن 5%. فانا عشان احسب النمبر نيد تو تريت محتاج كام عيان اعالجهم عشان احمي عيان واحد؟ انا اقسم 1 على 0.05 يعني 20، كل 20 عيان هعالجهم واحد منهم هحميه من جلطه في المخ. عشان نخلي نعرف نقارن بين الاثنين هخليها من 100. فلو 20 بحمي واحد يبقى 100 بحمي ايه؟ 5. اضرب في 5 يبقى انا كل 100 عيان اعالجهم بوارفرين 5 هحميهم ان هم يجي لهم ستروك او امبوليك ستروك جلطه في المخ. على الناحيه الثانيه بالنسبه للبليدنج ريسك بنقول الانتركرينال هيمورج لو انت ما فيك تاخدش اي دواء كده وماشي لوحدك كده في الشارع عندك احتمال 1%. والارقام دي يا جماعه بكرر عشان احنا بنسجل حاجات للناس تنسى ان هو ده ارقام انا مجرد مثال رقم عشان اوصلها لكم مش الارقام الحقيقيه. ان انا الواحد من غير اي دواء ممكن 1% احتمال ان يجي له نزيف في المخ. لو انا خدت وارفين انتي كواجولنت ممكن يخليني انزف اكتر فاحتمالي هيتضاعف بقى 2%.
انت هنا تشوف انا هنا نزل لي نص، لو انا حسبت الريلاتيف هنا ينزل النص، بس دي وقت الضعف شكلها هي هي، لا مش هي هي، لا لازم الابسوليوت نمبرز. فالابسوليوت انكريس كان كام؟ 1 بقت 2، فالزياده الحقيقيه 1%. معناها ايه زياده حقيقيه 1%؟ ان انا لو عشان اجيب الواحد نزيف محتاج اعالج كام واحد، اودي وفر لكام واحد؟ ل 100. جبت ال 100 الواحد دي منين؟ ان هو نسبه الزياده في معادلات النزيف 1%، عشان احسب النمبر نيد تو هارم بقسم 1 على بوينت 01، فواحد على بوينت 01 فيها 100. فمعناها كده لو انا عندي 100 عيان وارفرين اديتهم وارفرين، عيان واحد منهم ممكن يجي له هيموريجيك بليدنج، هيموريجيك ستروك. بينما ال 100 عيان دول لما اعالجهم هحمي 5 منهم ان هم يجيلوا ستروك. النمبر نيد ستريت دي هتلاقيها بتستعملها وانت بتعمل فورمال ريفيو، بتقارن ادويه، او انت بتقترح على طبيب تقول له انا الدواء ده وحش بلاش منه، البروتوكول ده وحش بلاش منه، هيقول لك طب انا لو غيرت هستفيد ايه؟ فلو انت وصلت الابحاث تقدر تحسب منها النمبر 1 2 3 دي بتبقى فعاله جدا. ان انا بقول له انت لما لو غيرنا الدواء ده للدواء ده، ده انا كل 20 عيان غيرت لهم هحمي واحد من كومبليكيشن معينه، او كل 30 او كل، فبتدي قيمه رقميه قويه للبرزنتيشن بتاعك كنمبرز. ماشي، انا عارف ان الارقام دي تقيله ورزله شويه، فبس دي اعتبروها فرشه كده، يمكن في مناسبات ثانيه تتعرضوا عليها. الاود ريشيو دي بنستعملها في الكيس كنترول ترايل شويه، ان انا يعني مش بتبقى قوي في الدواء، بس هي الفكره ان انا احتماليه ان انا يجي لي مع ده يعني ما تشغلوش بالكم منها، انت خدت فيه النهارده كفايه. دي معادلتها لو حد فيكم بيحب يعرف الموضوع دوت، كفايه عليكم كده من ناحيه المحاضرات، ونسيبكم تنطلقوا في موضوع الجايد لاين.